السلام عليكم ورحمة الله. دونك هذا الفيديو نيميرو 17 موديول كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك هنا عندنا واحد ليكزامبل في لا ريبارتيسيون دي بينيفيس ولا في لافيكتاسيون دي بينيفيس. بون او تيتر دو ليكزيرسيس 2022 اون سوسيتي انونيم او كابيتال دو 1 مليون دو ديرام. دونك 10000 ديرام انا 10000 باردون 10000 اكسيون et libéré non amorti. Donc on a le capital totalement libéré. Réalisé un bénéfice net de 600 000 dirhams. Les statuts de la société prévoient l'affectation des statuts comme suit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'affectation? On a la dotation à la réserve légale dans les limites prévues par la loi. Donc dotation à la réserve légale, il y a 5%. Dans les limites prévues par la loi, il y a des plafonds 10% du capital. Un intérêt statutaire au taux de 6% long sur le capital libéré et non amorti. Donc, on a un problème avec le capital totalement libéré. On a un problème avec l'intérêt statutaire ou là, c'est le premier dividende. C'est le premier dividende. Dotation à la réserve statutaire 4% sur le bénéfice net. Le reste est après une dotation éventuelle à une réserve facultative qui sera décidée par l'Assemblée générale, sera distribuée en super dividende. Bon, quand il y a une réserve facultative, il y a une super dividende. On va voir comment on va calculer ce super dividende. C'est chaque fois qu'il y a une manière de calculer. Avec l'éventualité de le reporter partiellement, bien sûr, porté partiellement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit le report à nouveau. Pour l'exercice 2022, l'Assemblée générale décide de doter la réserve facultative de 50 000 dirhams et de distribuer un dividende global de 48 dirhams. Donc, on a les informations, on a le capital totalement libéré, fait 10 000 actions. On a maintenant la valeur nominale. Il a pris non? ما عادش نحتاجوها ولكن نعرفوا الطريقه حيت هادشي غنحتاجو من بعد. عندنا 1 مليون 1 مليون دو ديرام الا قسمتها على 10000 اكسيون غتعطيني لا فالور نومينال 100 درهم. بالنسبه للكابيتال راه توتالمون ليبيري. كابيتال توتالمون ليبيري. دونك هذا الكابيتال اللي هو 1 مليون totalement libéré. Donc هادشي اللي عندنا. بون نمشيو دابا للبينيفيس لا طابلو دي باسيون دي بينيفيس. عندنا لو بينيفيس نت 600000. كناخذ 600000 فوا 5% بيان سور لا ريزيرف ليغال كتعطينا 30000 كتحطها هنا. برومي ديفيدون اللي هو لانتيغي ستاتوتير 6% كنعطي 1 مليون دو درهم فوا 6% كتعطيني 60000. ريزيرف ستاتوتير 4% كنعطي 4% كنضربها في البينيفيس نت كتعطيني 24000 والريزيرف فاكولتاتيف عطاونا 56000. نجمع التوتال ديال هادشي كامل ديال هاد لي 4 اليمون كنعطي 30000 كنزيد عليها 60000 كنزيد عليها 24000 كنزيد عليها 56000. دونك كنلقاو التوتال 170000 كنحطونا. دونك كناخد 600000 موان 170000. دونك الى درنا لا ديفيرونس غادي نلقى 430000. بون بالنسبه كيفاش نحسبوا انا سوبر ديفيدون شنو عطاونا هنا في لي دوني. ديفيدون جلوبال ب 48 درهم. ديفيدون جلوبال ب 48 درهم. دونك كنجي هنا كنحط لا فورمول. اول حاجه نحطوا لا فورمول ديفيدوند global. Donc ce qui se voit là, intérêt statutaire plus super dividende. Bon, dividende global, on a, je vois un bien, on a 48 dirhams.
وفي لو نومبر ديال لي زاكسيون عندنا 10000 اكسيون. دونك ناخد 10000 فوا 48 درهم. لانتيغي ستاتيوتير راه كنا حسبناه وهنا في الطابلو، هذا هو لانتيغي ستاتيوتير 60000. نحط هنا 60000 بلوس سوبر ديفيدوند، دونك هنا 480000 تيقال هنا 60000 بلوس سوبر ديفيدوند. دونك باش نحسب دابا سوبر ديفيدوند سي تري فاسيل، سوبر ديفيدوند كناخد 480000 غندي بلاصي 60000 لوتر كوتي غتولي بالموا. دونك غتولي عندي هنا، دونك الى حسبنا غادي نلقاو سوبر ديفيدوند هو 420000 درهم بيان سور. و 420000 درهم هي اللي غادي نحط هنا، هي اللي حطينا هنا. كيفاش لقينا 420000؟ 430000 موا 420000 تعطينا فينالمون سول كريديتور ب 10000. دابا غنحسبو بيان سور الديفيدوند جلوبال. الديفيدوند جلوبال راه ديجا حاسبينو راه هو 480000، مي نعاودو نحسبوه ديفيدوند جلوبال هو 60000 بلوس 420000 ديال سوبر ديفيدوند هي 480000. هضرها بروت. نحسبو دابا تي بي ا اللي غتاخد الدولار 480000 فوا 15%. دونك الى خدينا 480000 وضربناها في 15% كتعطينا 72000. هادشي عوض لا كونطابيزاسيون بيان سور. ديفيدوند نت هي 480000 موان 72000 كتعطيني هنا 408000 درهم. بيان سور هادي غنمشي لي زاكسيونير، شي غنمشي لي زاكسيونير. بعد نديرو ليكريتور كونطابل. بون بالنسبة ليكريتور كونطابل، دونك غنديبيتي 1191 ريزولتا نت دو اكزارسيس. دونك عندي 600000 وغنكريديتي 1140 ريزيرف ليغال. ريزيرف ليغال 30000. عندي 1151 ريزيرف ستاتيوتير 24000. عندي 1152 ريزيرف فاكولتاتيف. عندنا فيه عطاونا 56000. هادشي كامل كاين في لي دوني اللي قرينا. 1161 روبور ا نوفو سول كريديتور اللي كان شاط لينا في لا ريبارتيسيون، مي جبناه هو هذا هاد ديمي. ابخي عندنا 44 52 اتا ب 72000 وعندنا 44 65 اسوسيي ديفيدوند ا بي. عندنا 408000. دونك لي بالي نقدر ندير هنا سويفون باغ اكزومبل ديسيزيون ديال لاسومبلي جينيرال 408000. هادي راه 408000 هادي ديش انا ليسباس. بون اول حاجه خصني نجمع بعدا التوتال باش تاكدوا التوتال هذا دي بي مع الكريدي.
Donc on a هنا 30 000 plus 24 000 plus 56 000 plus 10 000 plus 72 000 plus 408 000. ديك الاخرى راها 408 000 ماشي 40 800، 408 000. دونك غادي نلقى توتال 600 000. دونك انا غادي نلقى 600 000 في الكريدي ايغال 600 000 في الديبي. دونك ايغاليتي بارفيت. دونك هاد المونطون ما باش انا مزيان، راه 408 000 ماشي 40 800. دونك هادشي درنا صحيح. دونك هادي مساله مهمه بزاف، ديما الواحد في ليكزام خصو يفيري في هذاك التوتال ديال الديبي مع التوتال ديال الكريدي. راه الا كان ما كانش ليكيليبر ولا ما كانش ليغاليتي ما بين الديبي والكريدي، دونك واحد يعاود الحساب ديالو او لا غادي يكون نسى شي مونطو. هذا هو الاحتمال، مي ليغاليتي خصو يلقاها فينالمون. ونتلقاو في فيديو قادم ان شاء الله.